Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Oul Haja, cette vidéo est destinée à tous les étudiants d'économie, quel que soit ton niveau cette année, première année, deuxième année, troisième année. Cette vidéo, je vais la recherche sur lesquelles je suis plus à l'année des interviews, mais des élèves qui ont déjà décroché le master libéré. Donc, quand je fais des vidéos, quand je fais des vidéos, je fais le master libéré ou qui est le profil d'un côté, ou en même temps, je fais le marché de travail. Puisque je suis allé plus près que ça, un master public au Maroc, réduire l'économie. Tu peux imaginer. Juste avec l'information, je préparation. Vraiment qu'il y a des places qui vous attendent. À mon avis, qu'est-ce que je dois réellement la préparation? Normalement, je suis allé licence parce que je suis allé à la dire après. Je suis allé Kemmer ou le Barit Hbez. Premièrement, à partir des matières qui je le plus. Dire pause au souverain que je nomme les matières qui j'aime le plus. Après, l'élève qui a le sujet de PFE, l'Ikhtar ou Ejbo. Normalement, en première année, il faut que l'on ait des possibilités d'aller dans la fac. Avec possibilité de faire une licence professionnelle, une licence fondamentale, possibilité de trouver un CG cycle grande école. Je trouve que c'est un cycle grande école. Cycle grande école, il y a un CG pour traiter la même première année. عندك دو شانس ما جاتش الاولى تجي ان شاء الله الثانيه تقدر دوزها ابخي طون دو ولا ابخي طا ليسونس اللي كنتي باقي ما شفتيش لي فيديو اللي كندوي فيهم على لو باساج من لافاك لو ان سي جي هما يطلعوا لك هنايا الفوق في لا فيديو ولا في الاخر ديال لا فيديو معنينا تقدر دوز ان سي تقدر دوز ان سي ديال الانجينيور ستاتستيك تقدر دوز ان سي اس ديال الانفورماتيك تقدر تكمل ماستر فرنسا ولا لي ماستر او ماروك كاين بزاف ديال الافاق اخرين لي غنحاول نخصص لهم فيديو خاص معنينا اليوم لو سوجي ديالنا هو لي ماستر او ماغو دونك لقيت هاد البي دي اف هو يطلع ليكم لقيت فيه لقيت فيه شي 70 ماستر مع العلم انني مبقيتش فيه بزاف لي ماستر على مثلا ست لي ماستر ديال جديدة او بزاف لي ماستر اخر المهم هذا هو البي دي اف اللي داكشي كلاسي باغ دومين هادشي اللي خاصك تعرف في البداية انت مثلا كاين لا كونتابيليتي اي لا فيسكاليتي هما دي ديفيرون ماستر لقيت هنا دونك اول حاجه بغيت نوه لها انها ان لو كونطابيليتي في المغرب عندها ان طو دومبلويابيليتي كبير ا كونديسيون انك تكون اكسبيريمونتي مزيان يعني ديرون طون كورسيس باك بلس 5 خاصك تكون جمعتي بزاف ديال الاكسبيريونس تقدر دير كونطابل اوديتور كونترول فينانسي كونترولور فينانسي كونترولور جيستيون تريزور ديريكتور ادمينستراتيف فينانس او احسن حاجه انك تقدر تكمل باك بلس 8 ديالك في الاكسبيرتيز كونطابل ولا لا كوميساريا او كون دي كل الناس اللي باغيين تكمل في الاكسبيرتيز ولا لا كوميساريا او كونت راك دير سي سي ا حيت احسن فورماسيون الا بغيتي تجيب داك الكونكور فاسيلمون واللي دايرها في بالو من البدايه ديال البدايه راه كيدير ليسك من البدايه المهم الاكسبيرتيز كونطابل هو سي جي الراس وخلينا دابا في الماستر تا كونكور كونسيرنون هاد لو بوان اللي جبت دابا راه تا كونكور ما صعيب تي دوا جوست فيي اسك تي دو ديبلوا توت سورس دانفورماسيون بروسي pour arriver à ton objectif. طبيعي الحال ما غاديش نقدر ندوي على كاع على هاد 80 ماستر في هاد الفيديو في فيديو واحد دونك اختاريت انني ندوي على احسن لي ماستر اللي مطلوبين في المارش مي كندوي على الماستر اللي مطلوبين اكثر في المارشي هنا خصنا ندوي على لي كونكور ديال الدوله ولي ميتي اللي مطلوبين لو بليس في المارشي بريفي ما المهم كاع لي كلاسمون اكريديتي بحال ديال ايد اونيفرسال بالنسبه ليا كيجيني يعني احسن كلاسمون كتلقى سي سي ا ديما كلاسي هي الاولى في كاع لي كلاسمون بعدا خاصك تعرف هاد الكلاسمون بازي عليهش اول كريتير بازي عليه هاد الكلاسمون هي لا ساتيسفاكسيون دي لوري في لو مارشي دو ترافاي يعني بنادم ملي كيدخل لمارشي دو ترافاي واش الي ساتيس واش كيلقى خدمة ولا لا تقول لي اعطيني المفيد شنو نقدر نخدم بهاد السي سي اللي قلتي ديما هي لي كلاسي الاولى في في في, في في المارشي دو ترافاي ومطلوبه بزاف دونك تقدر تخدم بها كونترولور دو جيستيون جيستيونير دو تريزوري اوديتور حيت كيحضروا بزاف لابونش ديال الماركتينغ صراحه ما عرفتش علاش قلت لك الناس راه فيهم راه هضره وكذا ولكن راه كلاس يعني المارشي اللي كيدوي ماشي حنا اللي كندويو المارشي المطلوبين بزاف اللي ماشي دي كومونيكاسيون ف ف
في المارشي دو طراواي تقدر تخدم شنو هما لي ديبوشي اللي تقدر تخدم بها؟ تقدر تخدم بها ان ريسبونسابل ميسانا، شيف دو بروجي ايفينمونسيال، اتاشي دو بريس، شيف دو بوبليسيتي، شنو نقول لك، شارجي دو ريلاسيون بوبليك تقدر تخدم بها عاوتاني، شنو ميديا بلانر، شارجي دو كوميونيكاسيون، ولا كوميونيتي مانجر. تقول لي راه هاد الخدامي راه كيديرهم غير صحاب لي سكي، نقول لك اخويا كنعاود نوضح باللي فيما قريتي ماستر ولا اي ماستر سا ديبون على المجهود ديالك وعلى مدى الاعجاب ديالك بداكشي اللي كدير، حيت بيان سور كل ما كان كتعجبك الحاجه كل ما عطيتي فيها احسن. وعاوتاني كنذكر باللي راه سيرون كي في لي ديبلوم مي نون با لي ديبلوم كي في لا ابخي. عندنا لا فينونس دونتربريز اي لانجينيوري فينونسيير، هذا الشيء الدومين تا هو مطلوب بزاف في المارشي، لي ديبوشي ديالو تقدر تكمل في التريزوري، في التريزوري دونتربريز، كريديت مانجر، اناليست فينانسيي، تقدر تطلع كاع اللي كان عندك مع الدروا وشي طوا دي زافير، تقدر تطلع ديريكتور ادمنستراتيف فينانسيي، تقدر دير شارجي دافير و كليونتيل دونتربريز، اناليست كريدي، شنو عاوتاني انجينيور فينانسيي. كاين عاوتاني الماستر ديال الاي بيزنس والكوميونيكاسيون، هذا باش زوين انك تقدر تخدم راسك، الناس اللي بغات تكمل تخدم راسك كتقرا على الاي كوميرس، كدير ماستر في الاي كوميرس والمولتي ميديا يعني كتعمق في هادشي، كتولي تفهم فيه مزيان، كتولي تعرف البيزنس في لي ريزو سوسيو كيفاش كيطلع، وهادشي صراحه فهمتي ولي مطلوب حاليا ولي واك. عندك لا جيستيون دو ريسورس هيومان، جيستيون ريسورس هيومان حتى هي اللي كان عندك بروفيل ديالها يعني كدوي مزيان وكذا، راه وعزيز عليك الليدرشيب وداك الشيء، راه حتى هي راه يعني مطلوبه في المارشي دو طرافاي الا كنتي كومبيتون بيان سور. تقدر تخدم في البداية اسيستون ار اش، ريسبونسابل دو ريكروتمون، ريسبونسابل دو لا فورماسيون، يعني داك الشيء اللي على حساب كل واحد وشنو كيعجبو، كاين اللي كيعجبو بحال الخدامي كل واحد شنو كيعجبو، كاين ادجوان ريلاسيون سوسيال، ريسبونسابل دو ريمينيراسيون، شنو عاود ثاني، chargé d'études, consultant RH junior, responsable d'agence et de travail temporaire, ou là, un coach. Ou mais l'expérience, là, vous pouvez devenir un responsable de ressources humaines, ou le directeur RH, auditeur social. Il y a une king. C'est parce que je connais parmi les pionniers dans ton domaine. Avant de chercher chi domaine, tu peux faire le master, bien. خاصك تعرف راسك باللي راك يعني غادي تكون فيه من بارمي لي بروميير، ما كنتيش غادي تكون فيه بارمي لي بروميير من الاحسن بلاش ما تخشار. كاين لا لوجيستيك حتى هي من لي برونش اللي كيعجبوني بزاف، واللي حب اللي اس برونش حببها لي البروف ديالي في سي جي، برونش ديال الجيستيون دو برودكسيون، تقدر حتى تخدم بها ان ريسبونسابل اشار لوجيستيك، جيستيون دي ستوك، دو كونترولور جيستيون، كونسلتان لوجيستيك، كاين المهم هادو بالنسبه ليا انا احسن لي برونش اللي تقدر ديرهم بان ماستر ايكونومي. كما كتشوف الايكونومي راه سي ان دومين لي بوليفالون بزاف، اللي تقدر الدبلوم ديالو بوليفالون بزاف، تقدر دير بيه بزاف الحوايج. المهم سي تو بور اجوردي، اي كيسيون عندك على لي ماستر ولا على الدومين اللي باغي دير ولا لي فاكولتي اللي تقدر تدوز فيهم لي ماستر، خليهم ليا في لي كومونتير، غادي نجاوب على كاع لي كومونتير ديالكم. ولا بغيتيني ندوي على شي سوجي في الفيديو الشيء كتبوا ليا في كومونتير.